تفعيل اتفاقية 5 ديسمبر 2015 القاضية بتسوية وضعية المعلمين النواب والإسراع بتنزيل القائمات حسب الأولوية. زوز نقاط جمع اليوم عدد من المعلمين النواب قدام مقر وزارة التربية، تحرك تزامن مع انطلاق أشغال الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي المخصصة للنظر في النقاط العالقة للاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف. ونأكد المحتجين من المعلمين النواب أن الاتفاقية المبرمة واللي جات بعد 5 سنين من التحركات ما زالت لليوم مجرد حبر على ورق على حد تعبيرهم. حوالي 500 معلم نائب اليوم اللي هنا متواجدين للمطالبة بوزارة التربية بتفعيل الاتفاق الممضى بين الطرف الاجتماعي والطرف الحكومي بتاريخ 5 ديسمبر 2015. نأكدوا ونقولوا راهي الدفعة الأولى يلزمها تكون في سبتمبر 2016 كما جاء في نص الاتفاق. ما كثرنا فوق 35 عام، ديجا عمري 38 عام بصغارنا، هذي عندي 5 عام نخدم، نخلص في 180 دينار، جينا بعد عام وعامين ظروفنا مزمرة.